طاقة لا تنضب باقية بقاء الشمس، اخترعها الإنسان وأرسلها إلى الفضاء على أمل أن تنتشر على سطح الأرض في المستقبل. شاهدوا معنا أصل اختراع الألواح والبطاريات الشمسية، الاختراع الأمثل للحفاظ على البشرية. الخلية الشمسية أو الكهروضوئية، ويطلق عليها أيضاً البطارية الشمسية، وهي جهاز يحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية مستغلاً تأثير الجهد الضوئي، وتتكون من طبقة سيليكون يضاف إليها بعض الشوائب لتعطيها بعض الخواص الكهربائية، فالطبقة العليا المقابلة للشمس يضاف إليها عنصر الفسفور لتعطيه خاصية ضخ الذرات المكهربة عند ارتطام الضوئيات بها، وتسمى هذه الطبقة بالطبقة N، بينما يضاف عنصر البورون للطبقة السفلى ويعطيه خاصية امتصاص الكهرباء، وتسمى هذه الطبقة B، وتضخ طاقة الكهرباء معتمدة على شدة الإشعاع الشمسي، وهكذا يتكون تيار وجهد كهربائي. وتعتبر الخلايا الشمسية مصدراً هاماً لتزويد المركبات الفضائية والأقمار الصناعية بما تحتاجه من طاقة كهربائية، وتعتبر من البدائل المساعدة لمصادر الطاقة التقليدية من البترول والفحم والغاز ومشتقاته المحدودة في الطبيعة القابلة للنضوب بسبب الاستنزاف الهائل لها. فالخلايا الشمسية تحول طاقة الأشعة الشمسية مباشرة إلى كهرباء، وتتميز بإنتاج كهرباء دون أن تؤدي إلى تلوث البيئة. ويتراوح عمر الألواح الشمسية الافتراضي حول 30 سنة، ويعتبر ارتفاع تكلفة إنتاجها هو العائق الرئيسي لتعميم استخدامها. وتاريخياً يمكننا القول أنه تم التعرف لأول مرة على تأثير الطاقة الضوئية في عام 1939 من قبل الفيزيائي الفرنسي بيكريل، ومع ذلك فقد تم بناء أول خلية ضوئية عام 1883 من قبل شارلز فريدز، الذي قام بتغليف الموصلات بطبقة رقيقة جداً من الذهب لتشكيل التقاطعات، وكانت كفاءة الجهاز نحو 1% فقط. وفي عام 1888 بنى الروسي الفيزيائي ألكسندر ستوليتوف أول خلية كهروضوئية على أساس التأثير الكهروضوئي الخارجي الذي اكتشفه هيرتز في وقت سابق من عام 1887. وقد أوضح ألبرت أينشتاين التأثير الكهروضوئي في عام 1905، وعلى إثر ذلك حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921. وتم تطوير الخلية الضوئية الحديثة في عام 1954 في مختبرات بيل، وتم اقتراح إضافتها إلى القمر الصناعي فانغوارد الذي أطلق في عام 1958. وكان هناك بعض الشكوك في البداية، ولكن الممارسة العملية للخلايا أثبتت نجاحاً كبيراً، وكان الاستخدام على نطاق واسع في مجال التطبيقات الفضائية، حيث إن نسبة القوة والوزن أعلى من أي تكنولوجيا منافسة، وكان مستخدمو الفضاء على استعداد لدفع أي شيء للحصول على الخلايا. ومع التقدم التقني اليوم اختلفت أنواع الخلايا الشمسية وتعددت، فاختلفت تكلفتها حسب الحجم والغرض من الاستخدام وقوة التيار الكهربائي والجهد المطلوب منها.